لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قال ابن كثير رحمه الله وقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب جدا من غرائب الحديث وأفراده. روى الإمام أحمد عن الحارث البكري قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال فحملتها فأتيت بها المدينة فإذا المسرد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهه. قال فجلست فدخل منزله أو قال رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت. فقال هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ قلت نعم، وكانت لنا الدبرة عليهم، يعني الغلبة والنصر. ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت وقالت يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال قلت إن مثلي ما قال الأول معزة حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال هي وما وافد عاد؟ إن هو جاي يعني يطلب أن يجعل يعني زي مسافة أو جندا أو حواجز بينهم وبين بني تميم، وهي تقول أنها لا تريد أن تجعل بين بني تميم ويعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم أي حواجز تخالف ما يقول. يعني مثل في العرب معزة حملت حتفها، يعني هو جايب واحدة علشان يعني لا يعلم أنها
سوف تخلفه. فقال أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد. قال هيه وما وافد عاد وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ولكن يريد أن يخرج منه الحديث أو أن يستعلمه عن الحديث. قلت إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه أو ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. قال فما بلغني أنه أرسل عليه من الريح إلا كقدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. يعني شيء يسير أخرج عليهم من الريح التي خزائنها عند الله. قال أبو وائل وصدق. وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد. اختار لهم بعد أن متع نفسه وتركهم شهرا اختار لهم أسوأ الاختيار. لذلك قال أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه كما تقدم في سورة الأعراف. قد ذكر قصة أيضا قال محمد بن إسحاق كانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضرموت وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله. فبعث الله إليهم هودا عليه السلام وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس. فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة. واتبعه منهم ناس وهم يسير مكتتمون بإيمانهم. فلما عتت عاد على الله وكذبوا نبيه وأكثروا من الفساد في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع كلمهم هود فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال محمد بن إسحاق فلما أبوا إلا الكفر به أمسك الله عنهم القطر 3 سنين فيما يزعمون حتى جهدهم ذلك. قال وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج فيه إنما يطلبون بحرمه ومكان بيته. وكان معروفا عند الملل وبه العماليق مقيمون وهم من سلالة عمليق ابن لاوذ ابن سام بن نوح. يعني كلمة العماليق نسبة إلى رجل وليس أنهم بمعنى الحجم الكبير. يعني
من سلالة عمليق ابن لاوذ ابن سام بن نوح، وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له معاوية ابن بكر اللي هو سيد العماليق، وكانت له أم من قوم عاد واسمها كالهدى ابنة الخيبري. قال: فبعثت عاد وافدا قريبا من 70 رجلا إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم، فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية، وكانوا قد وصلوا إليه في شهر، فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعرا يعرض لهم بالانصراف، وأمر القينتين أن تغنياهم به، فقال: لا ألا يا قيل ويحك قم فهينمي لعل الله يصبحنا غماما. قيل ده هو الرجل الذي أرسلوه. فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد، فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم عياما، وإن الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى لعادي سهاما، وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التماما، فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلاما. قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم وهو قيل ابن عنز، فأنشأ الله سحابات 3 بيضاء وسوداء وحمراء، ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب، فقال: اخترت هذه السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء، فناداه مناد: اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا، لا والدا تترك ولا ولدا، إلا جعلته همدا إلا بني اللوذية المهندة. وقال: وبنو اللوذية بطن من عاد مقيمون بمكة، فلم يصبهم ما أصاب قومهم. قال: وهم من بقي من أنسالهم وذرريهم عاد الآخرة، خلاف عاد الأولى التي هي قومهم أهلكهم الله. قال: وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل بن عنز بما فيها من النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له المغيث، فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا. يقول: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تهلك كل شيء مرت به. فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح، يعني ليست مطر، فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها مهدد، فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت، فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مهدد؟ قالت: ريحا فيها شهب النار، أمامها رجال يقودونها، فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، كما قال الله تعالى: والحسوم الدائمة، فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة، ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذ الأنفس، وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض وتدموهم بالحجارة. ولا إله إلا الله. وقال الإمام أحمد بسنده عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، اللهوات اللي هي جمع لها اللحمة التي في سقف الحلق. إنما كان يبتسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، يعني القلق يعني. قالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية، يعني حتى ينزل المطر. قال: فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب، وقد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. أخرجه البخاري ومسلم. طريق أخرى رواه الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء، ناشئا يعني السحاب الذي لم يتكامل اجتماعه واصطحابه، قال: كان إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن أمطرت قال: اللهم صيبا نافعا، أي مطرا منهمرا متدفقا. طريق أخرى رواه مسلم، حديث رواه أحمد هذا فيه بعض الضعف لكن يحسن، الشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه، إذا تخيلت يعني تهيأت للمطر، أغامت، إذا تخيلت السماء تغير لونه فخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فعرفت ذلك عائشة فسألته، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال: وقد ذكرنا قصة هلاك عاد في سورتي الأعراف وهود بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنة. هذا الذي ذكرناه. وقال روى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم، ثم أرسلت عليهم البدو إلى الحضر. فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا، وكان أهل البوادي فيها، فألقي أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكوا، كأن أعاصير اقتلعت الناس، وجعل أهل البدو في هذه الأعاصير، كما في بعض الأعاصير تسقط أسماكا من السماء لأنها تقتلع من مياه البحر وكائنات بحرية كثيرة وتلقيها في المطر بعد ذلك، ده ثابت يعني. قال: عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الأبواب. في إسناده أبو مالك الجنبي، عمرو بن هشم ضعيف. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.